أريدك أن تعرفي أن التقدم في الحياة والنجاح لا يتعارض مع دورك كامرأة. المرأة الإماراتية تتميز بروح المثابرة والإصرار على النجاح، فهي تعيش بتوازن بين الحفاظ على تراثها الثقافي وقيمها الوطنية وبين مواكبة التطور والابتكار في مختلف المجالات. هذه الروح القوية والمرونة في مواجهة التحديات هي الصفة المشتركة التي أراها في كل امرأة إماراتية. على المرأة أنها تكون واثقة في إمكانيتها وتسعى دائماً لاكتساب المعرفة وتطوير مهاراتها واللي يمكنها من التغلب على التحديات وإيجاد حلول إبداعية. دور المرأة الإماراتية تتطور بشكل ملحوظ بحسب المعطيات والظروف والتطورات العالمية، حيث أن المرأة اليوم أصبحت تلعب دور ريادي في مختلف المجالات مع الحفاظ على أصالتها وتراثها. المرأة الإماراتية كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء المجتمع الإماراتي الحديث من خلال إنجازاتها في مختلف القطاعات في تربية الأجيال، وأيضاً ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لدولة الإمارات وإن كان في مجال التعليم أو الصحة أو الاقتصاد. أقول للمرأة الإماراتية في يومها: تذكري دائماً تحقيق أحلامك والوصول لأهدافك مهما كانت التحديات، لأنك جزء من التغيير الكبير، وتمسكي بهويتك الفريدة كامرأة إماراتية، وتذكري أن ريادتك في كافة قطاعات الحياة هي مصدر إلهام للعالم.